توصي الفنانة نضال قالت مرداسي في تصريحها. فيما يخص الفنانة القديرة نضال، أنا أول ما سمعت بالقضية نتاعها عبر القنوات الإعلامية كنت اتصلت بالمدير المركزي اللي متكلف بهذا الشيء، اتصلت برئيس الديوان دونك لو شاف دو كابيني تاع الوزارة باش ناخذوا بعين الاعتبار الإشكال ولو مالوغ اللي صرا لها، الحادث اللي صرا لها، نتأسف. و دايوغ كانت لينا توت سويت المبادرة باش نعاونوا هاد الفنانة ناخدوها بعين الاعتبار. هي كانت لها الحد والحمد لله انه ولاية الجزائر عبر الولاية المنتدبة لرويبة اللي اخذوا بعين الاعتبار الانشغالات تاعها وعطاوها السكن. هذا ما يمنعش انه صباح كانت لها استقبال في وزارة الثقافة من طرف رئيس ديوان الوزارة ومن طرف مستشارين ايضا لوزارة الثقافة اللي تكلموا معها وبلغوا لها رسالة تاعي تاع باللي رانا معاها نرافق كل الفنانين ان شاء الله.